السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. يا بنتي المرضي منتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمرو عبد العزيز من قناة أملاك الألعاب. النهاردة هنختم الحلقة الثانية من لعبة Resident Evil 2 Remake. نبدأ الحلقة وبسم الله ونشوف ايه اللي هيحصل. قبل ما نبدأ ناخد الرشاش ده ونجيب الساقية النائية، ناخد السكينة دي، النينة، نحط السكينة دي. وشك يا كلب، اخرب بيتك. موت يا كلب يا حشرة. انه يريد مقص، هنا مقص وهنا مقص وهنا بيترس. اشفيك من الصداع. لكي لا تخبط مرة ثانية. موت يا الوغد. فين ده؟ فين ده؟ في دماغك. عندك مغص في رجلك. نريد العتلة على الماسورة. نكمل ترينا إلى فوق. وطي شوية ملا. مفتاح. ناح ناح. سمترين. الخشيب المخشبة. Claire, it's Marvin. How fast can you get back here? Why, what's that? يا بنتي المرضي منتي. بس بقى عشان اتخضيت بس تبلع. موت يا وقت. كفاية الخض اللي احنا ايش يبقى هسادر يشانس. نجرب كده. ف
فنان فنان. مفيش قنبلة هنا. أيوة بلاي ستيشن. يا نهار أبيض يا نهار أبيض. الطيارة اتشبرت. ليان يا ابن المو ليان. ليان, we really gotta stop meeting like this. Are you all right? Police chopper just came out of nowhere. Yeah, I'm fine. I take it you don't have the key. No, you don't. It's good to see your face though. How are you holding up? I'm hanging in there. Hell of a night, huh? Yeah. Find your brother? I did actually. He's... Just me thinking he can't get any worse. Leon, you should get going. Don't worry about me. Just get yourself to safety. No, Leon, seriously, you're getting to the fence. Please, just go. We're gonna make it. خليك انت في حالك. انا غيرت لها اللبس ابو شرط عشان اخيرا. مارفن نحن في الهارفن. يا ودي عزع التولة بامش. إذا في هنا التولة اخيرا. give me the kumbola. فينك من زمان, محتاجينك قوي 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 قوي. شكرا. تحط هنا.
القنبلة القنبلة المقنبلة طب فين يا جميل يا مهم جمدي فلتصحى لكن بنصف ساعة دمك 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 لقد حصلت على القنبلة تي كل ده عشان الرشاش مش عاوزين أنا أسلحة تلاش فرح عشان ممكن يجيلك مغص فرح نشوف ديت سمكة عربة سلعة جرب سمكة في ميزة اللوعة سنطلع الدور اللي فوق ويكون في خط هنا هو هناك بابون هناك شيء هنا يا ابن الكربوب شنطة لا خليها لك ورايك نوم بيدي سيفور حط السيفور نعم كروس فاير يراوي يجري فين ما تمسير ماشي
طول عمرك فنان. ماشي. يا ابني الكربوبة. تأخذ هذه. تشفيك من الصداع. كده نروح ايه عند التمثال الرئيسي. التمثال الرئيسي الناس بتوع الناس كان ينزل تحت 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 كل كحك. نريد السائس الثلاث قطعات. القطعة الأولى القطعة الثانية لا مش هنحطها. والقطعة الأخيرة بني قدي يا ودي عمر الأمور. ماشي. Looks like it leads underground. Good. Get out of this hole. Hey Marvin! Guess what? I think I found a way out. Marvin, come on. Let's get you out of here. Let's go. Come take the ski. Are you okay? Save yourself. Come on, it's bad. We gotta get you to hospital. Please, Claire. We both know how this is going to end. Get out of the city. We can't just leave you here. Claire, please, go. Do this for me. I won't. من أجل يا كليرا. Okay. شكرا لك. Hey, thank you. هذا ما خلاص. خدوا الحاجات اللي احنا مش هناخدها الخشبة دي بس. نور بس انا سايب بس مش فيه. شفناش في تحت في قصدي ما علينا ما علينا ما علينا. Hello? 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 حد هنا؟ مين ولا شمال ولا خلينا يمين. أنا من أهل اليمين. شيري الكتكوتة. It's okay. Won't hurt you, I promise. Do you need help? Here, you can take my hand. I'm sorry, I can't understand you. لا مش فاهمكي. Why? He's right behind you. What? Baraki. Oh my God. يا نهار أبيض الراجل اللي عنده هدف في دراعي.
روح اصلا مسدس انت انت ما هديك بازوكا وقع تحت ايوة كريب صحكة يا ترى الفتاة؟ It's over. إنه انتهى. راح بلده. Are you sure? أيوة متأكدة. Yeah. I promise. Everything's fine. I just need you to lower that ladder for me. Will you help me find my mom? Your mom is down here? I think so. I hope so. لا امك عايشه ما تخافيش هنشوفها I'll help you. نزلي السلم ونلك عليها اول ما اشوف امك هديها بازوكا Thank you. This way. This way يا اختي this way. يلا نبنى دي 23 واو both of my parents are gone it's just me and my brother oh I'm sorry don't be سبي it means we've got something in common it's a good thing right وبنكمل في الحلقة التالتة وبكده نبقى ختمنا الحلقة التانية وانتظرونا ان شاء الله في الحلقة التالتة ما تنسوش يا جماعة الكومنت واللايك عشان تساعدونا اللي في الدعم واللي عنده اي حاجة يقولها في الكومنت وياريت كل واحد يكتب في الكومنت بلده واللي عاوز يقوله عشان نعرف الناس اللي متابعينا من انه بلد واللي عاوز يضيفنا فريند على الفيسبوك يخش على القناة وهيلاقي رابط الفيسبوك موجود على عقلنا من فوق يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله